ضمن فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية تراث وإبداع، تشهد حلب عددا كبيرا من النشاطات الثقافية، من إقامة معارض للكتاب والفن التشكيلي وغيرها من الأنشطة التي تلبي جميع أذواق وشرائح المجتمع. طبعا الجانب الثقافي وأهميته هو يبرز دور وتاريخ البلد بالشكل العام، لا سيما هنا في محافظة حلب التي تهتم بهذه الجانب الثقافي والتراثي. تنطلق الفعالية على عموم جغرافي في محافظة حلب بعدد كبير من الفعاليات، منها معارض فنية تشكيلية، معارض للكتاب، حفلات فنية موسيقية وحفلات غنائية. لدينا أيضا لعشاق السينما عرض عدد من الأفلام السينمائية من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. مشاركين نحن ضمن احتفالية أيام وزارة الثقافة السورية، طبعا اليوم كانت تحت عنوان تراث وأبداع، وطبعا قدمنا نحن برنامج للسيدة فيروز وهو كان بالتزامن مع يوم ميلادها، وقدمنا أيضا أعمال السيدة فيروز تقريبا يعني من كافة أغانيها ومن كافة ألحان الرحابنة. طبعا هذا الموضوع كان الهدف من هذا الموضوع هو تنمية الزائقة الفنية لكافة الأجيال وجيل الشباب حصرا. الإرث الفني للمطربة الكبيرة فيروز كان حاضرا في قلوب الجميع ضمن الحفل الفني الغنائي الذي حمل عنوان جارة الوادي، حيث تم تقديم كوكبة من فناني وعازفي فرقة وكورالي هزام بقيادة المايسترو أحمد قاسم العديد من أغاني فيروز كتحية لها. وليد هنايج، الإخبارية السورية، حلب.